ودعيتك قد يشرب العمجد ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. هيك الدليل عندك ميزان هي مش درجة قيامته ميزان دي داني ودي هنا كيشان حسنات وسيئات القسط يعني عدالة دي تيدو هي تكرن عدالة رجع قيامة الناف ميزان دي ده بهن دي على عدالة 400 ديار كات فلا تظلم نفس شيئا ظلم الكاس نهاية تكرن هي نفس نهار كاسة كابي چه ايمان دار بي چه كافر بي چه مشرك بي چه منافق بي فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل هكان دي خردل حبة خردل هندي جرانيو بيت كان دي نيس كونجيا كيان كشكترا بيش خو هندي ويش بيت جاچ حسنات بيت چه سيئات بيت رجع قيامت ربع مش اتينا بها بيني حاضر كان هكا حسنات بيت يناف كيردا يناف ميزان عمل صالح ده ورخي عمل صالح ده هكا سيئاتش بيت يناف كيردا يناف سيئات تويدا وخرابيا ويدا وكفى بنا حاسبين ورب العالمين باشترين كسك حسابت قال كيت كات قال مخلوقها هموات كات قد كسوك رب العالمين عدالته راستية قال عبد الخو وقال مخلوقنا كات بل هندي رب العالمين بجد وكفى بنا حاسبين أم حسابت قال هموكين شو هاركا رب العالمين نينا وهنجي عدالته رب العالمين ديتا ديار كرن جافش ايك الوآيات اوه بيغنبري صلى الله عليه وسلم ومقوتي ك يعني رب العالمين وما قوتي ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وحديث إيش بيغمبر بجي صلى الله عليه وسلم يوضع الميزان يوم القيامة يعني رجاء قيامته دي ترازي هيتا دانان بكيشانا حسنات سيئاتا هذا حديث بيغمبر صلى الله عليه وسلم وانده بسه تبيا أبا بس انكو هم چبكين كو هم إيمان وبوالي فيبينين كو رجاء قيامته چهتين كم ميزان يهي ترازي يهي وحسنات وسيئات ذاتنا كيشان اما كيفية ميزان يشتوى بچية آسنا زيرا زيفا شيشايا ونيا فافونا سفرا ونيا بچيات يهي كران يا الكترونية انيودية وامنوكا اوت كاين ونيا يهي چيه هفا كسن زانيت إلا رب العالمين نبيت هفا الواجتا هفا چيه هفا غيب هفا الواجتا غيبة چونکی میزان رجا قیامت دیتا دانان نه نوکس دنیای هیا میزان ترازی و بحثی ترازی رجا قیامت هیا با حسنات و سیاده کسی ندید یا این لما آیت کاد بیت القرآن ده بما کیفیت و یکود بید یعن حدیث که صحیح ها پیغمبری هاد بیسا الله علیه سلم بما گود بید چو حدیث آیت القرآن شنواتی نه بما کیفیت و دیار کبید چو حدیث صحیح پیغمبر شنواتی نه صلی الله علیه وسلم بما همو تفاصیلت بگود بن بر هنده هر چته که تیده گوتن درباره میزان و درباره ترازیه که آیت قرآن پی نبید و حدیث صحیح پی نبید هم چه دینا کهیم؟ هم راسنا این یا در باوریه پینا کهیم بو چونکه غیبه و غیبش تو نش ایمان پی بینی این لبدهی لکه صحیح یعنی ایک الواق بلکی ونیا اول ناف کتبت عقیده دو هی ناف کتبت عقیده وقتی بحثی میزانیت کن بجن چیه هی؟ بجنه له لسانون بجن زمانه هی طبعا زمان او وقت ترازی دو رخت به و نوکه هفت ترازیت نه وید کیلو دانه تیدا و او که آسنه که نیوه که به هی گل هلیته تا و هلیته تا اوید بشنه لیسان و میزان نه یعنی زمان یعنی تا آوید اما اوید بشنه لیسان او شیشکا زراف او نیوه که طبعا اوش هر دیارت کرد اوش هر ترازی دیار کرد اکه بوی رخی هات ده او که آسنه که بوی رخی چید اکه بو رخی دید چو اکه و هندی اکش بود نیوه که در راس را آسید اجا اغلب او اوه گوتی گوتی لسانی هی میزان و ترازیه ناف کتبت عقیده اما مادم ما چو دهید صحیح ناتی نر پیغمبری صلی اللہ و سلم بلا هاد بیتا گوتن بلا ناف کتبت اهل سنش دوید ونی عقیده ما اوه که هم چلی ناکین هم واشتان اول ناگرین و راسنایی نداره چونکه ما چو دهید صحیح ناتی نر پیغمبری صلی اللہ علیه و آله و سلم اما اوه هاتی بمیه هاتی که میزان گلک و مازنه قال جلك ما ظنا في عمر بيجي صلى الله عليه وسلم يوضع الميزان يوم القيامة بيشترجع قيامته ميزان ترازي لدان فلو وزن فيه سماوات والأرض لوسعت بيشترك هرف طبقة عرض عثمان بكأنه في ميزان دا بيجي جهرها في طبقة عثمان عرضيها هي يعني جلك وشيا جلك ما ظنا يعني ميزان جلك يا ما ظنا برهندش في عمر صلى الله عليه وسلم قتي لو وزن فيه سماوات والأرض لوسعت هرهف طبقة عرض عثمان بكاتدا تيري هيا
ودشان نافذة. فتقول الملائكة يا ربي، ملائكة بيجن يا ربي لمن يزن هذا؟ يش أبو كيا دي عملكيت كيشان في ميزانة وفي ترازية. فيقول لمن شئت من خلقي، ربعا مش أبي أسحس كم المخلوقات الخمن بواد شاكري. فيقولون سبحانك، هنجي ملائكة ترسيان وقت ميزانة بينا وقت ترازية بينا هنده موازنة رجاء قيامته ترسيان مش أبا دب چه چه ليت دب چه بربيت ونیا دب کی ولایت کو میزان عمل بیا صالح شده بید ونیا گرام ببید ونیا بده چه تبر کرن فیقولون سبحانه که هنگی ملکت بجنیار بخود بکیماتی و مازنی هر بوته ما عبدنا که حق عبادتی که ما عبدینیات نکریه بدرستی و ما حق تا و حق درستی عبدینیات و عبادت نکریه ونیا که او عبادت تو هجیتا و تو مستحقی که بوته بدکرن ما درستی عبادت نکریه كما ملائكته شيء تشكري يا رب العالمين تشكري عندك بس تركوع اذا وعندك السجود اذا وعندك بيافا يا خد تشكري نتارج قيامتي بس اول شو دواء وقال عندك وقت ميزان وترازي بينن بقالك ترس ترس لالي وبيدا بيت كهند موازنه ديفيجن ما عبادتك تنكري يا ربي بدرستي وهيك الصفات توي ابي مهاتي النبي صلى الله عليه وسلم كدور اختين عربي بيجن كيفا أولا خطوية له كفتاني هذا ما دليل فيه چونك پیغمبر صلى الله عليه وسلم حديثة كده أوا ويمرو في أمتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم رجاء قيامتا ليد گرن و رب العالمين ليد گرن ناف أمتا دا و تينيت و حسابه قلت كات خدان نطنه كتابة و نطنه سجلة پیغمبر بجي صلى الله عليه وسلم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة بجد هر نطنه سجلات وي أوا ويكرين كأو عملوية خرابة أبي بكري جناحية وينا لدون نطرحها كتاب تلازي دا ووي بطاقة سر نبي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله لدون نطرحها دي تلازي دا هذا دليل هندي أكما تلازي چه تهين رجاء قيامته ويني دو راخي تهين وله كفتاني يعني دو دو راخي تهين وكي ميزان ما أما موازنات يوه غلق غلق يو موازنة و اوه بمهات یا گوتن ناف حدیث پیغمبری دا صحابستن اف وصفانا هر صفت که دی بیتا گوتن حکا چو حدیث صحیح نبن پیغمبری صلی الله علیه وسلم ونی ام بسرمان چه ناکین؟ هم باوری پی ناکین ونی اما دی دروهین اینه داری آن نه دی سعکینه ونی حکا مخالف نبید گل قرآن و سنت و رخ اسرائیلیات آد بیده چه بجینه؟ دی بجینه ونی ام نا بجين ويا وراسته ونا بجين دروش هكا يه مخالفش بيد قال قرآن وسنته دي دروهين إنا دروه دي بجين اوه چوبونيا ونيا وش تاقي خلطه مخالف شريعتيا چو ايك الوا اثرت ونيا هاتي ناقوتن سر بمسألة وابل اسرائيلياتي تاتين يعني كتاب جيو فالله ورخيوية تاتين بجين داود عليه الصلاة والسلام وقته قلت يا رب خود ميزان نشام دا ورجا قيامته تو عملي بهت كيشي عملي عبدت خو وتي إنه نشاء داودي دا عليه الصلاة والسلام وتي داود يهوه تدلي وقال خو نما ترسا دا هندي هندي يا چبو هندي يا معظم وقلت يا عرب يا خود دب چپر بيتا با دب چپر نابيت إنه رب العالمين قلت هكا أسأل عبدك رازي بوم قلت بلك عملك بك تسوي عملي بشي بكم وميزاني وترازيوي بركم يعني قلت أبا فضل وباشي منه هكا أسئلك رازي بهم بل كيك عمل صالح ويباج بك طبعا بشتي إيمانه بل كيك بي أوي عملي سبب أوي عملي ترازيوي بيبر بيت وبيقرام بيت أبا إيك الوا أثر وأخفنا هاتي أمنا راسنا إينا داري ونيا چونكي ما تشو حديثة صحيحنا هاتينا بي عملي صحيح وسهم هم دروشنا إينا داري بودرونا إينا داري چونكي ما حديث قلتي هكا عرض عثمان بك الناف ميزان دادة چلهت جواية هاي وده چنان ناف ده يعني ميزان يا چيه يا مازنه بل هنده اما مخالف نيهد قلبه اما سنه ده في آخفنه ونیا كو اف آخفنه ونیا ده كيره آتيه هم سنه ده في چلی ناكين ام راسنا اينه داره چونك اول ناتيه البيغمبر صلى الله عليه وسلم بومه حديثه البيغمبر نيه صلى الله عليه وسلم بل هنده ام راسنا اينه داره و اما درونا اينه داره چونك مخالف نيهد قل چه مخالف نيهد قل قرآن و قل حديث صحيح البيغمبر صلى الله عليه وآله وسلم اجا همو هر وصفه کادی و میزانی ها تکرند دیوی قاعده چین.